يا صباح الفل، لسه مكملين في دليل لو انت هتروح الجيم تستعمل الاجهزه ازاي، ونبتدي ناخد بالنا من الحاجات ازاي. النهارده هنتكلم عن اجهزه الكارديو وخصوصا التريدميل، ونبتدي نعرف ازاي نتعامل معاها. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الاجهزه بتاعه الجيم والالوان والحاجات دي كلها لو فاكرينها. النهارده بقى عايزين نشوف الكارديو او الاجهزه بتاعه التريدميل او الاجهزه بتاع السير الكهربي بنتعامل معاها بشكل عامل ازاي. زي ما احنا شايفين الجهاز فيه بعض الحاجات او بعض الالوان اللي هي زياده شويه عن اللي اتفقنا عليه. المره اللي فاتت كنا بنتفق على اللون الاصفر، وقلنا ان اللون الاصفر ده بينبهنا لان الاماكن دي يا اماكن ضبط يا اماكن حاجات بتبقى ليها علاقه بالسيفتي. طيب زي ما احنا شايفين احنا هنا عندنا كلاب او عندنا مشبك. المشبك ده هو وظيفته ان هو يحافظ على المسافه بتاعتي علشان اقدر ان انا ايه ما يحصليش اي مشكله وانا شغال، وهنجرب دلوقتي نشوف هو بيشتغل ازاي. عندنا كمان اجزاء صفرة. الاجزاء الصفرة دي ليها علاقه بضبط الحركه، بضبط السرعه، وضبط الارتفاع بتاع الجهاز. الاجهزه بتبتدي ان هي ارتفاعها هيزيد، واحنا عارفين طبعا ان لما بكون طالع حاجه الزاويه بتاعتها عاليه او اكني بطلع مطلع يعني، ده بيخلي الصعوبه تزيد، ودي من الوسائل اللي بصعب بيها اداء التمرين على الجهاز بتاع التريدميل. الحاجة كمان ان انا لما بزود السرعة دي طريقة تانية طبعا، والطريقة المعروفة اللي احنا بنتين ان احنا نزود بيها صعوبة التمرين. طيب لما نيجي نبص كده على الشاشة، وخصوصا ان في بعض الاجهزة فيها شاشة وفي بعض الاجهزة بيبقى فيها زراير، بس هيبقى في حاجات مشتركة. ايه الحاجات المشتركة؟ هنلاقي مثلا اللون الاخضر. يعني اللون الاخضر دايما بيعبر عن التشغيل. لو احنا بنيجي نشوف الموبايل انا برد من الزرار الاخضر، بنلاقي دايما اللون الاخضر والاحمر. الاخضر بيعني تشغيل والاحمر بيعني ايقاف، لذلك هنلاقي اللون الاخضر هنا بيعني تشغيل واللون الاحمر هنا بيعني ايقاف. حتى لو الجهاز ده معمول باللغه اليابانيه، حتى لو معمول بلغه انا ما بعرفهاش، هعرف من خلال الالوان ان دي اللغه اللي بتقول لي ان انا هشتغل ازاي. تمام كده؟ فبالتالي انا لو اشتغلت دلوقتي ودوست على اللون الاخضر هيبتدي ان هو يشتغل. طيب في خطوات علشان نبتدي ان احنا نشتغل على التريدميل المفروض ان احنا بنتبعها واحنا شغالين. ايه هي؟ يلا بينا. بس اول حاجه لما ببدا اشتغل على التريدميل المفروض ان انا رجليا بتكون في الجنب زي ما احنا شايفين كده، وما بقفش على السير، انا ببقى واقف في الجنب علشان انا لسه مش عارف الجهاز هيشتغل بشكل عامل ازاي، فبقى انا محافظ على الامان بتاعي. تاني حاجه الكلاب او المشبك اللي احنا اتكلمنا عنه بثبته في هدومي، بحطه في التيشيرت بالشكل ده علشان المسافه لو زادت الجهاز يبتدي ان هو ايه يحافظ عليه. احنا واخدين بالنا المسافه بتاعت التريدميل دي كلها مش كلها بنستغلها، يعني الجزء ده المفروض ان انا مش بستخدمه خالص، مش بتحرك فيه، انا بتحرك في النص القداماني تقريبا من التريدميل، وهو دي المنطقه الامنه اللي انا المفروض اتحرك فيها. كل دي محطوطه علشان تحافظ على السيفتي او تحافظ على الامان بتاعي. طيب لو انا دوست على الزرار الاخضر او دوست على الزرار اللي مكتوب عليه ستارت او بدايه، الزرار ده يعني ان انا بخش على برنامج اسمه مانيوال او برنامج من خلاله بقدر ان انا اتحكم في كل التفاصيل وكل الحاجات اللي ليها علاقه بالشغل بتاعي. لو دوست على بعض البرامج بقى اللي انا بختارها بيبتدي ان هو يدخلني على طرق مختلفه من الشغل، يبتدي ان هو يعلي الارتفاع بشكل معين او يزود السرعات بشكل معين، وكل برنامج بيبقى ليه القصه بتاعته او الطريقه بتاعته. طيب احنا هنشتغل بالشكل البسيط خالص اللي هو المانيوال، واحنا واقفين هنبتدي ان احنا نشتغل ستارت. يبقى احنا اتفقنا انا واقف رجليا بره، حطيت الفليب، وهبتدي ان انا انزل وانا ماسك في الجنب كده، هنزل برجل واحده وتبعا الرجل الثانيه ماشي بسرعه بسيطه خالص. هنجرب تجربه مع بعض. هخلي ايديا في جنبي ومش هتحرك خالص، هقف، خليني واقف مش هتحرك خالص. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان المسافه دي لما زادت الكلاب ابتدى ان هو ايه يشد زرار، فابتدى ان هو يوقف الجهاز. الجهاز مش هيشتغل تاني ابدا الا اذا كنت ارجع الجزء ده، وده معناه ان انا بقيت واعي للمشكله اللي حصلت واقدر ان انا اشتغل بالجهاز مره تانية. طيب هنرجع تاني في رجلنا من الجنب، وهنرجع نعمل نفس الحاجه من الاول ونبتدي ان احنا نشتغل ونشوف ايه الاوبشنز اللي هتظهر لنا. هبتدي ان انا ادوس على الزرار الاخضر اللي هو ستارت او زرار البدايه، وزي ما اتفقنا هننزل بنفس الطريقه وانا ساند، وهبتدي ان انا اتحرك. زي ما اتفقنا في الاول ده المكان اللي انا بزود منه السرعه، فهبتدي ان انا ازود السرعه بالتدريج. يبقى احنا عندنا قاعده مهمه جدا، لو انا هزود السرعه لازم يكون الموضوع بشكل تدريجي وما يبقاش بشكل تدريجي متسارع، يعني ما ينفعش ان انا اعمل ده بسرعه، فنبتدي ان احنا نزود السرعه بالشكل ده. الحاجه الثانيه تحت ايديا دلوقتي في جزء معدني، الجزء المعدني ده بيقيس عدد ضربات القلب في الدقيقه، ودي لازم نكون متابعينها، وفي حلقه جديده ثانيه ان شاء الله تكون جايه
هنشرح ازاي نمشي بعدد ضربات القلب السليم اللي بيوصلني لهدف معين. دي هنعملها ان شاء الله في حلقه ثانيه قريبه باذن الله. وانا ببطل برضو او وانا بنزل من على الجهاز لازم ان انا اقلل السرعه بتاعتي بشكل تدريجي، فابتدي ان انا اقلل السرعه واحده واحده لحد ما نبتدي ان احنا ننزل بالسرعه خالص، وبعد كده نقدر ان احنا ندوس ستوب. ما بدوس ستوب مره واحده، ما بستعملش الزرار الاحمر ده في ان انا اقف. في حاجه كمان اسمها كول داون، في احيانا بنلاقي فيه زرار اسمه كول داون. كول داون ده لو دوست عليه هو اوتوماتيك بيبتدي ان هو يدرج السرعه للاسفل او بيبتدي ينزل السرعه واحده واحده لحد ما نبتدي ان احنا نبقى في منطقه امنه ونقدر ان احنا نقف بسهوله. كل الحاجات دي ليها علاقه بالامن والسلامه اللي هي بتحافظ عليا عشان اقدر ان انا استخدم الجهاز بشكل مظبوط. يا رب كلنا نبقى في امان وما يحصلش لحد اي حاجه في الجيم، وان شاء الله كمان نعمل فورمه بقى ونعمل شغل كويس جدا، ونشوفه في حلقات جديده ان شاء الله.